رجعنا لكم في بكل 7:31 دقيقة، نحكي على الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية وعودة للسينما بعد العام الصعيب. أكثر من عام هو اللي تعدى علينا كل في ظل الوضع الوبائي الصعيب في تونس. اليوم انعقدت ندوة صحفية للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية باش نعرفوا التفاصيل الدورة هذية، الخصوصيات نتاعها وجديد زادة مع المدير الفني للدورة سي كمال بن ونيس. مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا سي كمال، شكرا على قبول الدعوة. الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية بعد غياب عام ناول، رجوع بقوة يظهر لي المرة هذه. أكثر من 11 فيلم تونسي بنشوف الدورة هذه إن شاء الله. والله كما صارت العادة أنه بعد التغلب وإن شاء الله تكون نهائيا على الإبيديمية اللي صارت لنا وصارت العالم الكل، رجع مهرجان قرطاج كما العادة بمسابقاته بأقسام العديدة متاعه. كما تعرف مهرجان معناتها قرطاج يحاول أن يسلط الضوء على الأفلام العربية والإفريقية، ما يسمى بسينما الجنوب. وفي هذه الدورة وقع اختيار معناتها عديد من الأفلام الجيدة اللي تمثل يعني الانتاجات الأخيرة في إفريقيا وفي العالم العربي، عن مسابقات عديدة، المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة والأفلام القصيرة الروائية، ثم الأفلام يعني الوثائقية الطويلة والقصيرة، ثم عن كذلك مسابقة في أفلام المدارس سميناها سيني بروميس لأنه منفتح على بعض التجارب لبعض الشبان الأفلام القصيرة، والعديد من معناتها يعني الأقسام مثل القسم حول الفرنكوفونية والجيسيسي، ثم قسم حول الأفلام البلجيكية. هناك معناتها علاش اخترنا الأفلام البلجيكية سي كمال؟ هي جرت العادة أنه في مهرجان قرطاج ديما فما نافذة على أفلام الشمال، احنا نتوا مهرجان قرطاج يعني تهتم بأفلام الجنوب، دونك نحلوا معناتها نافذة على نستدعى كل عام، مش حاجة جديدة، هي نستدعوا بلاد من الشمال تكون ضيفة يعني المهرجان، تكون ضيفة المهرجان. ولا نكتفي بذلك، فهناك كذلك يعني نافذة على ليبيا. ليبيا اللي بعد يعني انتهاء الحرب العالمية، الحرب معناتها في ليبيا يعني ان شاء الله بناخذ تصالح الحرب العالمية الثالثة، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربي يبعدنا على كل الحروب. يعني فما يعني نهضة نوعا ما، فما عديد من الشبان في ليبيا حاولوا باش يقوموا بأفلام عديدة، وخاصة أن الشبان هذوما الأغلبية متاعهم عايشين في تونس وعندهم علاقات مع المنتجين التونسيين ومع التقنيين التونسيين. قلنا علاش ما نسلطوش الضوء على السينما الليبية ونزور عن الأفلام القديمة ثم الأفلام الجديدة، والهدف في هذا الكل هو يعني التعريف بسينما ليبية في نطاق تنظيم دورات يعني لتابرونت معناتها يعني دول المستديرة لديبال حول هذه معناتها مع السينما البلجيكية. كيف خاطر فما مشروع كما تعرف تونس عندنا مشاريع معناتها مع يعني مع الأرجنتين مع فرنسا مع إيطاليا، فما مشروع أنه نعمل إنتاج مشترك مع بلجيكا، معناتها هذا مشروع مع سينسي مع وزارة الثقافة في تونس وبلجيكا، ودي فرصة باش نستدعاه معناتها بعض المخرجين والمنتجين ويتقابلوا مع المنتجين والمخرجين التوانسة في نطاق تقريب وجهات النظر وتصور بعض المشاريع مع ليبيا. كيف يعني نحاولوا في هذه المناسبة أنه نتحدثوا مع إمكانية الشراكة بين تونس وليبيا، ثم الفرنكوفونية ولو معناتها يعني في نطاق المشروع متاع القمة الفرنكوفونية. زاد فما اجتماع معناتها مع ديزكسبير معناتها مختصين في يعني أفلام الفرنكوفونية، ما معنى فيلم فرنكوفونية تونسي توا فيلم تونسي، ما معنى فيلم فرنكوفونية. ثم الحاجة المهمة هو منظمة الفرنكوفونية كيف يمكن لها أن تساهم في توزيع الأفلام الفرنكوفونية في الفضاء الفرنكوفوني. هذه يعني كلهم فرص، ما نبدوش حديث للحديث، هم كلهم فرص لإعطاء معناتها إمكانية
ولا اللي خلق شراكات قبل كل شيء وفيلم الجنوب أن يكون متواجد في عديد الفضاءات. يعني هي مساهمة مهرجان كارتاج في فتح الآفاق للفيلم معناتها الجنوب في العالم بكل معناتها في كل أرجاء. وبه واضح برشا سي كمال هذي تعودتنا عليه وفما أكيد جديد كل دورة عودتنا فما مشكلة في الصوت كل دورة مازال معنا سي كمال مازال معنا به كل دورة عودتنا سي كمال دورة اللي تكون عندها خصوصية متاع الدورة هذيك الشعار الدورة هذيك وهدف الدورة هذيك الدورة هذية بعد غياب دورة عم ناول نظرا للوضع الوبائي شنو هي خصوصيتها شنو شعار الدورة اللي اخترته؟ والله الشعار هو هاكا معروف هو معناتها يعني نحيا ونفرح ونحلم اللي معناتها بعد كابوس معناتها الكورونا معناتها هذية يعني كيف يمكن الرجوع إلى الاحتفال بالسينما والاحتفال بالسينمائيين ومعناتها الحلم كيف يمكن السينما أن تساهم في إعطاء يعني دفع جديد وشحنة من الأمل للجمهور التونسي قبل كل شيء. هذا هو معناتها يعني هذه لكن زاد ما فما 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 قسم كبير وهام جدا بالنسبة لي يعني هو معناتها سينما تونسية يعني كل الأفلام مسابقة كل الأفلام التونسية اللي وقع إنتاجها في السنتين الأخرانيين مش تكون موجودة في المهرجان وتسليط الضوء عليها وخاصة في هذه السنة مش نعملوا نحاولوا أولا فما الكوتيديان يعني اليومية للمهرجان يعني مش تحاول أنها تسلط الضوء على كل ما برنامج الكل ثم رجوع بقوة للحوارات معناتها النقاشات حول تصير بعد العرض موجودة قبل بعد العروض مع المخرجين ضيوف اللي هم موجودين هنا معناتها المخرجين تاع الأفلام المعروضة والسكسيون الأخرانية هي هذيك سينما دي مونت اخترنا أجمل وأحسن الأفلام التي وقعت ترجمتها في المهرجانات الكبيرة فهمتني يعني في تعرضت في مهرجانات الكبيره في العالم كيما كان ولا فينيس ولا في العالم معناتها انا كان لي معناتها الفرصه باش نشوف هالافلام هذه يعني ابهرتني افلام جيده جدا وتعطينا زاد فرصه كيف تطورت اللغه السينمائيه لا السينما اصبحت معناتها لغه باتم معنى الكلمه يعني بقت نظر على محتواها ومضمونها العادي هي يعني كيف يمكن قراءة العالم اللي نشوف فيه بطريقة جديدة وذكية وفطنة وفيها تجديد واضح وهو قبل كل شيء وحوار بين ما ننتجه في الجنوب وما ينتج في الشمال واضح هذه أكيد سينما الجنوب تعرفت بها يمقتش سينمائية ولأنه المبدأ غاب في بعض الدورات لكن ظهر الدورة ذي راجعت لتسلط الضوء على سينما الجنوب وغيرها فرصة زادة باش نشوفوا الأفلام العالمية يعني ما عندناش فرصة باش نشوفوهم دايوغ في تونس مازالوا كيتعرضوا في مهرجانات أخرين باهي الفكرة الحقيقة سي كمال اليوم فما سؤال يتسألوا عليه الناس كل بعض المسابقات والنتائج المسابقات كما إنتاج بعض الأفلام القصيرة وغيرها هبطت النتيجة متاعهم لي جوري اليوم ولا الليجان جينيرالمون أيام قرطاج السينمائية تعلن على الأسماء الموجودة في كل لجنة المرة هذه الدورة اكتفت بالصفة هل هذا اختيار من يعني ما فهمتش السؤال معناتها صفة يعني كل واحد في اللجنة صفة متاعه فقط ما شفناش لجوري الأسماء اللي في اللجنة اللي متكونة منها اللجنة والله يمكن الوثيقة ما وصلكم شما هما موجودين سيأخذ الإعلان عنهم في الكتالوج قاعدين نحضر فيه في المهرجان كما العادة ما فهمش تغيير معناتها يعني أما الإشكالية فين هو أنه فما الكوفيد هذية اللعينة خلتنا اللي بعض معناتها اللي استدعيناهم كانوا ضيوف او كانوا في المحل ساعات يعتذروا في اخر دقيقه دونك هذا اللي بدل كل شيء بتاتا الكوفيد هذه معناتها ساعات يتصوروا اللي معناتها كل واحد فما الناس خايفه وهذا الشيء معناتها طبيعي نفهموه احنا فهمتني هذا هو معناتها ما معناتها وجدنا صعوبه ساعات في اقناع بعض الشخصيات السينمائيه العالميه الحضور لتونس أما يمكن فما أهم حاجة يمكن ما لابد من ذكرها في هذا اللقاء مع سيادتك وهو أنه مش نعمل ندوة حول ما يسمى معناتها المنصات الرقمية هذيك البلاتفورم
يعني توا تعرف في تونس كما في العالم هناك العديد من المنصات الرقمية اللي هي تقوم بتوزيع الأفلام ومشاهدتها إنسان في داره يتفرج كما نتفليكس إلى غيرها، وعندنا في تونس حتى أركيفاي مثلا، وعندنا في 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 أفريقيا في العالم العربي. قلنا علاش ما نفكروش معناتها في هذه النوعية من التوزيع، لأنه هالبلاتفورم ما عادش تكتفي بتوزيع الأفلام ولا بل حتى تشاهم في حتى في إنتاجها تنتج. أيوه هذا هو. دونك استدعينا العديد من المختصين في العالم. شكون مثلا من البلاتفورم العالمية اللي باش يكون ممثلين نتاعهم باش يكونوا حاضرين هوني؟ عندنا في من مصر، عندنا من جنوب الصحراء، عندنا نتفليكس فما ريبريزونتون باش يجي، وعندنا خاصة وهذا المهم لان اللي قام بتحضير هذه الندوة معناتها مختص، استاذ جامعي مختص في هذه النوعية من البرامج يعني. وعندنا معناتها نقاد من فرنسا من بلجيكا باش يقوم معناتها، واش نحاولوا زادة كذلك كيف يمكن تطوير يعني هذه البلاتفورم، لانه الاشكاليه ليست اشكاليه افلام فقط، هي اشكاليه معناتها تشريعيه ثم ماليه قانونيه حقوق الى غير ذلك ثم ماليه، كيف يمكن معناتها ان البلدان هذه تساهم في الدفع والتقدم بهذه معناتها المنصات. واضح وذي مهم جدا. اليوم المنصات هذوما اللي يتصدروا في العالم الكل، الناس كل وليت عادة عندهم يتفرجوا في أفلام جدد على نتفليكس على أرتيفاي على شاهد، زيدة عديد منصات اللي وليت تنتج اليوم في أفلام لنجوم بالعالم الكل. دونك مهم إن نكون عنا بهم بشراكة بتاتخ ينجونا زيدة. علاش ليه بدي بنحكيوا عن نجوم زيدة عودتنا يوم قرطة السيمية دي معنا ضيوف من النجوم. أنا من نجمشي مانيش مختص في الحكاية هذه الحقيقة، أنا موقف خاص. أنا بالنسبة لي أهم نجم هو الجمهور التونسي، على خاطر كما تقرأ حتى في الصحافة الأجنبية يعني هذا مش معناتها يعني حكيت معناتها كومبليزانس هكا معناتها، لا بالعكس معناتها الجمهور التونسي أنا من أصدقاء أجانب يقولوا لي معناتها ما شفناش مهرجان فيه العدد الهائل من الجمهور معناتها، يعني هو ستار بتاع المهرجان يعني مهرجان معناتها. هذا أكيد، لكن الجمهور بيدو يحب يشوف اليوم نجوم ما تسمحلوش الفرصة أن يشوفهم في الأيامات العادية. هل اليوم نجومنا مثلا في مصر باش نشوفوهم في تونس باش يجيو؟ كلش ممثلين بتاع الأفلام معناتها، ما نجمش نجاوبك والله السؤال هذايا مش يعني مشكل. أي السؤال هذا ما أنا لهي باختيار الأفلام وتحضير الندوات وكذا. النجوم هذه معناتها ناس أخرين اللي هو لاهين بهم أو كيف ندخل قاعة السينما، هذوما إشكاليات وكذا مش من اختصاصي. به السؤال هذا إن شاء الله يكون اختصاصك. جو السؤال هذا اليوم الافتتاح باش نعاودوا التجربة نتاع مدينة الثقافة ولا باش نرجعوا للمسرح البلدي؟ لا ما ظهريش المسرح البلدي، نصور اللي مش نقعدوا في مدينة الثقافة وفي الأوبرا، صالة جميلة جدا وكبيرة أكيد، وأكبر صالة يظهر لي عنا من حيث طاقة الاستيعاب. ما تكش يظهر لي من حيث طاقة الاستيعاب أكثر صالة، أكبر صالة طبعا عنا في تونس. لا ومعناتها جميلة حتى في معناتها، وكي تقارن الصالة هذيك بالمسرح ما حد شيء. وسيقوم الافتتاح بشريط إفريقي معناتها نتاع هارون، معناتها محمد صالح هارون، فيلم جيد وجميل، وجمهور كارتاج معناتها له علاقة حميمة مع هارون، عنده أفلام معناتها نالت الإعجاب في 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 أفريقيا وفي العالم الكل، فهمتني. وكذلك فما يمكن نقطة أخرى لم نتطرق إليها في هذا اللقاء، هو أن مهرجان كارتاج خذا العادة أنه يساهم في إنتاج أشرطة قصيرة مستوحاة من السينما التونسية أو من التراث التونسي. فالسنة الماضية وقع إنتاج بعض الأفلام القصيرة اللي هي يعني انطلاقة متاحة هو ذاكرة السينمائي للسينما التونسية. وسنة عملنا معناتها مسابقة لإنتاج 4 أشرطة قصيرة مستوحاة من أقصوصات تونسية دي نوفيل تونسيان من الأدب التونسي. أي خذينا مخرج ديغ تم اختياره فارس نعني عدي حكاي معنا على المشروع هذي. وكذلك هي أفلام معناتها في طور وقع معناتها تصويرها تم في طور معناتها البوست برودكسيون في المونتاج،
وان شاء الله نشوفوها معناتها في خلال ايام قرطاج. خلال ايام قرطاج بحول الله. بعد نعلنوا على الفائز في الافلام هذوما اكيد، خاطر الناس مش فاهمه المسابقه هذايا، دونك شركه لا الافلام لا مش لا لا هما 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 اللي تقدموا للانتاج اكثر من 40 مشروع. نعرف فازوا اربعه. جوستومون هو السؤال دايوغ، حتى حكيت مع شكون مسرحيين او سينمائيين يشاركوا، كل ساعات يقول لك الوقت لا يكفي لانتاج افلام جوستومون قصيره. يا اخي توا جاوبتني انت سي كمال، اللي هما ديجا تصوروا كملوا تصوروا لكن بصعوبه ما نكذبش عليك، زيتي بوسكولي بار لو طون، معناتها من المفروض انه في السنوات القادمه وفي الدورات القادمه انه ناخذوا حذرنا، انه معناتها يقع الإعلان على المسابقة من شهر مارس أو أفريل حتى تعطيهم الفرصة بإنتاج فيلم في نوع من الأريحية وفي ظروف أحسن إن شاء الله. إن شاء الله أنا نقول إن شاء الله تكون دورة موافقة. بربي خلينا نحكي على البروتوكول الصحي، اليوم مكملين في البروتوكول الصحي، هو التفاصيل اللي حطته وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية، اليوم باش نمشيو في طاقة استيعاب 50% وهذاك الكل إلى هذه اللحظة، هذاك هو 50% هذه اللحظة. ها بعد كانت بدلت حاجة ولا نكتفي ب 50%، بل من المفروض انه اللي باش يدخل الصالة يقدم معناتها وثيقة اللي هو ملقح تلقى التلقيح ملقح. هذه توا التعليمات، لكن تعرف يعني نجموا ان شاء الله تتطور الامور لان قاعدة تتحسن معناتها صحيح ان شاء الله. لكن التلقيح يذول باش يقعد قائم شرط التلقيح، حتى وزارة الشؤون الثقافية وغيرهم وزارة الصحة شرط التلقيح اكثر من 50% نوصلوا 70 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هذه امور معناتها يقع فيها نقاش ما بين وزارة الثقافة ووزارة الصحة ان شاء الله. اهم حاجه سلامه الناس الكل في الدوره هذه، ونعرفوا الاقبال كبير ياسر على الافلام في ايام قرطاج السينمائيه، وتوحشنا بالحق الجو. لا وسبع افلام جيده بكل صراحه، سبع افلام عملت لها الحقيقه على افلام سيفغي، افلام جيده جدا، افلام تونسيه جيده زاده موجوده بحول الله، فما تجديد ان شاء الله. ان شاء الله تكون دوره ناجحه، عوده بعد الغياب، وان شاء الله بالتوفيق للي مشاركين في المسابقه الكل، والاجدر اكيد باش يفوز زي ما شاء الله يكون فيلم تونسي. سي كمال سي كمال شكرا لك، يعيشك سي كمال بنونيس المدير الفني لايام قرطاج السينمائيه في الدوره 32 اللي باش تنطلق نهار 30 اكتوبر حتى لنهار 6 نوفمبر. احنا راجعين.